كان عنده 19 سنه. طب انا هقطعك بس في الكلام، انا معايا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، فيعني عشان عنده اجتماع فطلع عشان يكلمنا. دكتور اشرف يا مساء الخير. ازيك سياده الوزير؟ يا رب يخليك. ده حضرتك اخبارك ايه وكله تمام؟ كله تمام زي الفل الحمد لله رب العالمين. طب احنا مستضيفين اهو دكتور كمال درويش وبنتكلم فيه في امور كتيره قوي تخص الرياضه. داخل المداخله عشان دكتور كمال درويش، وطبعا تحياتي لحضرتك يعني كل الله يخليك يا دكتور. فاحنا بنتكلم في حاجات كتيره جدا دلوقتي، منها ان اتشال من وزاره الشباب والرياضه حته اللائحه الجماعيه اللي كانت بتعملها لكل الانديه، وانا قلت الكلام ده مش مظبوط لان الانديه بقت خارج الخدمه كده خلاص، وفي نفس الوقت عاوز الرياضه الفتره اللي جايه. فانا هسيبك دلوقتي تتكلم مع الدكتور كمال درويش، لان طبعا احنا سعدنا ان تبقى موجود معانا في حلقه من الحلقات يا دكتور اشرف. طب بص، انا يعني الجوانب الفنيه وما ينبغي ان يكون هو تحليلا لما هو قائم، يعني هنخلي بقى دي مع معالي الدكتور، لان كمان يعني رئيس اللجنه العلميه للوزاره الحقيقه، واللي دايما بنستفيد من خبرته. بس انا عايز اتكلم بقى عن الدكتور كمال درويش. اتفضل. صفات كتيره جدا دكتور كمال درويش: الوالد، الاستاذ، المستمع بشكل فائق، يعني ويدي الفرص كده للي قدامه ان هو يسمع كويس جدا، ولما بيتكلم بيتكلم بطريقه تختلف. الحقيقه الدكتور كمال يعني صاحب مدرسه كبيره. دكتور كمال يعني ما فيش مجال دخله الا ما كان فيه يعني التميز، او بيسموها الليدنج، يعني يقود موضوع جديد. الحقيقه على مستوى الاكاديمي فيعني بدا بمدرسه في العلوم التربويه، وبعدين المدرسه الجديده العلوم الاداره الرياضيه الحقيقه هو يعني بادئها لكل الاجيال اللي حضرتك شايفها بما فيهم انا. على المستوى طبعا العملي والتطبيقي الحقيقه يعني كره اليد، وهو مطوري الجانب الاخلاقي للرياضه او للممارس الرياضه، وان هو يكون متفوق علميا، وكمان يبقى فيه حاجه اسمها التفوق يعني الحقيقه، ودي مسيره يعني مهمه وكبيره جدا. دكتور كمال على المستوى التطبيق في الإدارة شفناه يعني في إدارة مؤسسات كتيرة، سواء النادي أو عمادة الكلية. الحقيقة كان فيه درجات كتيرة من التميز. ها مجموعة من الخبرات المتراكمة اللي أنا شخصيا يعني بحسد نفسي للتمتع بيها بشكل كبير جدا، في وجوده ووجود خبرته ودعمه المهني الحقيقة، ووطنيته كبيره جدا يعني. فانا يعني بلخص الطريق الطويل بتاعي انا شخصيا ان انا اقول له متشكر. ويمكن دكتور كمال صاحب خطوه في مساري كبيره جدا، لان يمكن هو دايما عينيه على المتفوق يعني. فالحقيقه يعني من وانا طالب كده كان ليه رؤيه معينه، ولما خلصت كنت يعني اول دفعتي وهتعين معيد، فكنت اروح على قسم تاني اسمه قسم العلوم الصحيه، اللي هي بيتناول بقى يعني مجموعه علوم بتخصصات ثانيه مختلفه. وكان رئيسه رحمه الله عليه الدكتور سليمان علي حجر يعني. وكان دكتور سليمان يعني متزعم ان هو في التوزيع المعيدين ان هو اكون عنده. دكتور كمال كان يعني وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث، فقال لي لا 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 انت هتيجي القسم عندنا. وانا سكت بقى يعني، بس يعني كان ميولي شويه اروح للجزء الثاني. لكن سيادته الحقيقه غير المسار، كان عنده رؤيه يعني كبيره جدا اللي فيها بقى يعني بقينا دلوقتي بالشكل ده. والمحطه الثانيه الحقيقه كان يعني قبل ما اخد البعثه، فكنت مدرس مساعد، فسالته يعني انا يعني في معادله ان انا امشي الطريق الطبيعي واخلص الدكتوراه، وده هيكون اسرع وقتا يعني داخليا ويعني عشان الحياه العمليه مع الجامعه. فقال لي لا انت لازم تسافر يعني الحقيقه. ويعني اقنعني، وكمان دفع بهذا الموضوع اللي بيه يعني برضو قصه حياه اخرى اختلفت في حياتي انا على المستوى الشخصي يعني. فلازم نقول للدكتور كمال يعني كل الشكر والتقدير، ودايما ما نتكلمش عن حضرتك ورؤيتك العلميه، ودورك الحقيقه كبير جدا الوطني معانا في الملف التحليلي والعلمي، ورؤيتك على من هو متميز يساعد معنا في العمل يعني. فكل الشكر والتقدير للدكتور كمال ولحضرتك. شكرا.
شكرا. واحنا بنشكرك على تواجدك معانا، ونتمنى تبقى موجود معانا في حلقه نتكلم على الانجازات اللي حصلت يا دكتور. ان شاء الله رب العالمين. كتر خيرك يا دكتور. شاكرين يا دكتور اشرف، شكرا. تعليقا على الدكتور اشرف، هو شوف الدكتور